الموجة اضطراب ينتقل وينقل الطاقة في نفس اتجاه انتشارها. إذن الموجة هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة. فالموجة الميكانيكية تحتاج إلى وسط مادي لأنها تعمل على اهتزاز جزيئات الوسط. الموجة المستعرضة يهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشارها. إذن الموجة هي اضطراب ينتقل وينقل الطاقة. منها موجة مستعرضة يهتز فيها جزيئات الوسط في اتجاه عمودي على اتجاه انتشارها. الموجة المستعرضة تكون من قمم وقيعان. القمة النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه الموجب. القاع النهاية العظمى للإزاحة في الاتجاه السالب. الطول الموجي المسافة بين قمتين متتاليتين أو قاعين متتاليين. التردد عدد الاهتزازات الكاملة خلال واحد ثانية. عدد الاهتزازات الكاملة خلال واحد ثانية. الزمن الدوري هو الزمن اللازم لعمل اهتزازة كاملة واحدة. الموجة الطولية والموجة المستعرضة. المستعرضة يهتز في اتجاه عمودي، بينما الطولية يهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشارها. لاحظ شد الزنبرك يهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشارها. لاحظ حركة الكرة الحمراء يهتز فيها جزيئات الوسط في نفس اتجاه انتشارها. تتكون من تضاغطات وتخلخلات. التضاغطات هو تقارب جزيئات الوسط، التخلخل هو تباعد جزيئات الوسط.